قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهو جبل من جبال العلم والحق والسنة في هذا الزمان، حفظه الله ونفع المسلمين بعلومه. يقول: التمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين، والانتساب إلى مذهب منها لا مانع منه. فيقال: فلان شافعي، وفلان حنبلي، وفلان حنفي، وفلان مالكي. ولا زال هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء، حتى كبار العلماء يقال فلان حنبلي، يقال مثلا ابن تيمية الحنبلي وابن القيم الحنبلي. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أول أمره كان على المذهب الحنبلي أصولا وفروعا، أصولا وفروعا، ثم انتقل رحمه الله إلى الاجتهاد في أقوال العلماء والانتقاء مع لزومه أصول الإمام أحمد لأنها الأقرب إلى السنة في نظره. ولذلك بعض أهل العلم ينسبون شيخ الإسلام ابن تيمية وكتبه إلى المذهب الحنبلي، وكذلك ابن القيم، وما أشبه ذلك. هذا كلام الشيخ صالح، ولا حرج في ذلك، فمجرد الانتساب إلى المذهب لا مانع منه، لكن بشرط ألا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه، سواء كان حقا أو خطأ، وسواء كان صوابا أو خطأ، بل يأخذ منه ما كان صوابا، وما علم أنه خطأ لا يجوز له العمل به. وإذا ظهر له القول الراجح فإنه يجب عليه أن يأخذ به، سواء كان في مذهبه الذي انتسب إليه أو في مذهب آخر. يقول الشيخ: لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، فالقدوة المطلقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفه فهذا خطأ من المجتهد، يجب علينا أن نتركه وأن نأخذ بالسنة ونأخذ بالقول الراجح المطابق للسنة من أي مذهب كان من مذاهب المجتهدين. أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقا سواء كان خطأ أو صوابا فهذا تقليد أعمى. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان.